إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وإخوانه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين يجد أن هناك أمرا عظيما جللا كبيرا اعتنى به الشارع الحكيم وحث عليه وأوصى به في مواضع من أدلة الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. ذلك الأمر هو أمر علو الهمة في الدين، وأن العبد عليه أن يكون مستبصرا في حاله مع دينه، وأن يكون الدين مقدما عنده على كل ما عداه وما سواه، وأن يكون قائما للدين وبالدين، وأن يعلم أن سر كرامته ومكانته عند الله جل وعلا إنما هو بمقدار ما يجود لهذا الدين من نفسه وماله ودمه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله تعالى اشترى، وعلينا أن نصدق في البيع مع الله جل وعلا. وتكاثرت الأدلة في هذا المقام، كقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هم على كل حال في سرائهم وضرائهم، في حال طاعتهم وعصيانهم، هم حريصون على دينهم، حريصون على الاستزادة منه وطلب العتبة فيما وقع فيه من التقصير. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله، كقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكقوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وذكر الله جل وعلا فتية في غابر الزمان، وسميت سورة في القرآن باسمهم سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فتية استعملوا هذه الفتوة وهذه القوة وهذه الطاقة في خدمة هذا الدين، ولما اضطر الأمر أن يعتزلوا أقوامهم اعتزلوهم وبقوا على هذا الدين، انطلقوا في مرضاة رب العالمين ممتثلين أمر الله جل وعلا ومقيم الأنبياء والمرسلين: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فتية، وهذا عبد الله بن عمر يتطاول بأطراف أصابع قدميه ليأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في سبيل الله، وكان يبلغ من العمر 14 عاماً، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأخذ من بلغ 15 من عمره. همة عالية، وهذا رأس الكفر، فرعون هذه الأمة لعنه الله، أبو جهل من قتله، معاذ ومعوذ، ابناء عفراء. فتية،
في زماننا هذا يسمون أطفالا، الذي عمره 14 و15 و16 يقول عنه ما زال طفلا. ويقود أسامة بن زيد رضي الله عنه جيشا عرمرما فيه أبو بكر وعمر ليقاتل الروم، من أمره؟ محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيدنا ونبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء فتيتهم وهؤلاء شبابهم، همهم في هذا الدين وهمتهم إلى هذا الدين، ولهذا عزوا بهذا الدين ورفعهم الله بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولهذا نحن اليوم أذلاء، لأن ابتغينا العزة عند أعدائنا، وابتغينا العزة في الدنيا الغرورة، وارتمينا في أحضان أعدائنا وشياطين الإنس والجن، نسأل الله العافية والسلامة، نبحث عن عز وكرامة ورفاهية عيش وتمكين وأمن وأمان ونصر وعز. كلا والله عباد الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أولئك فتيتهم، وذاك أبو بكر الصديق، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير، من أصبح منكم اليوم كذا؟ قال أنا يا رسول الله. من هذه الأحاديث لرفع الهمم لشحذها والتقدم في دين الله جل وعلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسارعة ومسابقة وسعيا في مراض الله تبارك وتعالى. أما الدنيا فامشوا في مناكبها ولا تنس نصيبك من الدنيا، أمر الدنيا هين عند الله تبارك وتعالى، لكن الشأن كل الشأن في هذا الدين وإقامته. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح منكم اليوم تصدق بصدق؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح منكم اليوم عادا مريضا؟ قال أبو بكر أنا. كل ذلك يقول أنا. قال ما اجتمعنا في عبد إلا أدخلناه الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويتحسر عمر رضي الله عنه على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاته، مع أنهم كانوا حريصين على دينهم، وكان يتناوب مع صاحب له على علية، على مزرعة له، يعمل يوما وصاحبه يأتيه بالعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الغد يفعل عمر رضي الله عنه. تحسر على أن فاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان عند إتيان أحد في بيته، أنه يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف. قال عمر رضي الله عنه متحسرا الهاني عن هذا الصفق في الأسواق، لا إله إلا الله. هكذا كانوا عباد الله. واهل لريح الجنة إني لأجد من دون جبل أحد. انظروا إلى حال رجالهم وشبابهم، بل انظروا إلى حال نسائهم. يا رسول الله استأثر بك الرجال، فاجعل لنا يوما يا رسول الله. فواعدهن يوما يعظهن ويذكرهن ويعلمهن عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهن. قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وتأتي المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاجتها وعن حيضها وعن نفاسها وعن زوجها، كيف أنت؟ أذات بعل أنت؟ فقالت نعم. قال كيف أنت معه؟ قالت لا آلوه ما استطعت، أي أجتهد في طاعته ما استطعت، أي في طاعة الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام إنه جنتك ونارك، يرفع همتها إلى المزيد. تريدين الجنة؟ احرصي على طاعة الزوج في طاعة الله جل وعلا، لا في أن يذهب بك إلى أماكن الخنا والفجور، أو إلى أماكن الرقص والعهر، أو أماكن الاختلاط وكشف العورات، نسأل الله العافية والسلامة، والتبرج والسفور، كلا، بل إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وتسأل النساء النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، يريدن الجهاد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صور كثيرة عباد الله، قصص عظيمة عباد الله. وينطلق موسى وهو كليم الرحمن في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت، كان كليما للرحمن. انطلق موسى في رحلة علمية إلى الخضر عليه الصلاة والسلام ليطلب العلم من الخضر عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الرحمن، لم يأنف ولم يسأم، بل حرص لعلمه أن في الاستزادة من هذا العلم الرفعة والتمكين والنصر والمكانة العالية عند الله عز وجل. وجاءت قصة موسى مع الخضر بعد أن ذكر الله جل وعلا قوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ليعلم العباد أن نجاة الأمم في العلم، أن نجاة الأمم في طلبه والاجتهاد لأجله وتفريغ الأوقات لأجله. هذا موسى فرغ من وقته عليه الصلاة والسلام، وفرغ من ماله وجهده، وأخذ معه صاحبه إلى لقاء الخضر عليه الصلاة والسلام، فبهداه مقتده
رفع الله تعالى هذه الأمثلة لعباده ذكورا وإناثا شيبا وشبابا الكل. الإمام أحمد يسير في الطرقات يطلب العلم وهو إمام أهل السنة والجماعة في ذلك الزمان، فقيل إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. هذا عزنا، هذه مكانتنا، هذا ديننا الذي لأجله خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر لما بدلت الأمة وصارت الدنيا هي المطلوبة وهي المقدمة وفيها التقييم وفيها التعديل وفيها الجرح وفيها كذا وكذا. انظر إلى ما صرنا عباد الله، صرنا إلى هوان، حتى ديننا صار يضمحل في خاصة أنفسنا في أعمالنا. فليقال الواحد حاله اليوم مع الأمس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ستجد أننا قد تغيرنا وأننا قد بدلنا وأننا قد حصلت لنا أشياء أخرتنا عن كثير مما كنا عليه من مراض الله تبارك وتعالى. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا شعارهم، اللهم اجعلنا ممن لم يبدل تبديلا يا رب العالمين، أشهدك اللهم على حبهم يا رب العالمين. وفي سورة الفاتحة أنت تقرأها مرارا يرفع الله تعالى همتك لو استبصرت فيما تقرأ وتتلو، تقول اهدنا الصراط المستقيم، خصصت هداية معينة وأردت صراطا معلوما ورضيت أن يكون لك مستقيما وهو كذلك مستقيم إن استقمت أنت عليه، أما إن عوججت عنه فلن تغني عنك اهدنا الصراط المستقيم وأنت لست على الاستقامة التي أرادها الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم فقط، كلا، علو همة ما زال موجودا في السورة والآيات. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ اقرأهم في الكتاب في سورة النساء مثلا، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العظيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تريد قدوات عالية، لا تريد قدوات دونية. اتخذنا قدوات دنيوية فصلنا إلى الدونية، ولما اتخذ الصحابة والسلف قدوات علوية صاروا في المحلة الأعلى عند الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. علو همة، العمل، القلب ماذا فيه، الجوارح ماذا فيها، أين الإخلاص، أين طلب العلم، أين التفاني في ذلك، أين التسارع والتسابق. ننتبه عباد الله لحالنا مع الله تبارك وتعالى، ما هي إلا أن يقال فلان قد مات، وما أكثر الموتى من الشباب وممن لم يبلغ حتى الخمسين. نسأل الله حسن الخاتمة، إن الله على كل شيء قدير. ننتبه عباد الله، هذه الدنيا فانية ستذهب، وستسأل يوما ما من الدهر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من كان محسنا يتمنى أن يرجع ليزداد إحسانا، ومن كان مسيئا يتمنى أن يرجع ليستعتب ويتوب ويبدل السيئ بالصالح. وها نحن في مهلة الحياة الدنيا وما زالت التوبة معروضة ومفتوحا أبوابها، فلنسارع إلى الله تبارك وتعالى من قريب. هكذا يريد الله تبارك وتعالى، لأنه يريد أن يرحمنا، ولا رحمة إلا مع هذا العلم وإقامة هذا الدين وطلبه والجد والاجتهاد فيه ورفع الرأس به عاليا، عندها سيرحمنا الله تبارك وتعالى وينصرنا ويمكننا في أرض تبارك وتعالى جل الله في علاه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وقال عنه حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا في أمور دنياكم إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يهيج النفوس إلى طلب المعالي وإنزال الدنيا منزلتها، فإن العبد إذا علم هذه الحقيقة وأن الدنيا فانية وأن كثيرها قليل وأن قليلها أوشك إلى أن يزول،
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ستذهب كلها ستذهب بما فيها وما عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عندما يعرف هذه الحقيقة ويتعامل معها بصدق سينزل هذه الدنيا منزلتها، وسينزل الدين منزلته التي يريد الله تبارك وتعالى لعباده. انظروا لما صارت الدنيا هي المطلوبة من رئاساتها وإماراتها وسياساتها وأموالها، انظر ماذا جرى علينا في بلادنا الآن، اقتتال واحتراب. انظر ناحية المشرق، وانظر ناحية المغرب، وانظر ناحية كذا وكذا، بدأ سفك الدم، بدأ الهرج الذي حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هكذا يقتل، هكذا مع العامة مع عصبيته وقبليته. لماذا؟ لأنهم فرطوا في الأمر الذي كان يجمعهم، وهو الذي ينبغي أن يؤلف به الله جل وعلا قلوبهم، الدين. لم يلتفتوا إليه، التفتوا إلى إمارات دنيوية وعصبيات وقبليات وأرض، هذه أرضي وأنت نازح وأنت كذا وأنت كذا. والله جل وعلا يقول: إن الأرض لله، الأرض ليست لزيد ولا لعبيد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الاحتكام إلى الأرض هذه من سنن الجاهلية: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذه طرائق الجاهلية عباد الله. أما المسلم فيتآخى مع المسلم بجلال الله جل الله في علاه بهذا الدين بهذا الإسلام، متى ما غابت تعاليمه وأهملت ولم يلتفت إليها وقعت الشحناء والبغضاء. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه لما أنزل الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون، أي أهون من الخسف والعذاب من السماء، لكنها شديدة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، على ماذا؟ على فانية. السبب غياب الدين، عدم القيام له وبه، ضعف الهمة في طلبه، الرضا بالتعايش مع الكفر والزندقة والعري والعهر والكاسيات العاريات وأكل أموالهم بالباطل. انتشر الفساد في البر والبحر ورضي الناس أن يتعايشوا مع هذا الفساد والعياذ بالله، فليذوقوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الدين أغلى شيء عباد الله. ولنتأمل عباد الله مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الدجال، هذه حقيقة عظيمة ربما تغيب عن أذهاننا، لكنها تحكي الواقع الذي ينبغي أن نكون عليه على الدوام، ليس في وقت الدجال فحسب. أيها المسلمون والمسلمات، الدجال يأتي ومعه الدنيا، معه نعيم، معه خيرات، معه كذا فيما يراه الناس، يأتي معه الدنيا يعرضها. فلماذا سيفر المؤمنون من الدجال؟ ها هي الدنيا المطلوبة التي يتعب عليها ويجرى وراءها، ها هي تعرض الآن، ولن يقتل أحدا دخل في دنياه وقبل منه عروضه الدنيوية الكثيرة مع إمكانات وطاقات وقدرات. يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يأتي على الأرض البور فتتبعه بكنوزها كيعاسيب النحل، دنيا كثيرة جدا، غنى، أموال، ذهب. لماذا يفر الناس من الدجال؟ لماذا؟ لأنه يريد دينهم، يريد دينهم في مقابلة الدنيا، وتلك صفقة الشيطان وأعوانه على الدوام عباد الله. يغرونك بالدنيا لكي تعطيهم من الدين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ها هو يعرض الدنيا والناس تفر، ما السبب؟ خوفهم على دينهم. هذا الخوف هو الذي ينبغي أن نكون عليه على الدوام. فالشيطان يجري منا مجرى الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت علينا البيعة على المحافظة على هذا الدين في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا طاعة تامة لله ورسوله كما في حديث عبادة في الصحيحين. فعلينا عباد الله
أن نراجع أمر ديننا. ما يجري علينا الآن بل على العالم كله هو بسبب تضييع الدين وبسبب عدم الرفع به، فلنراجع حساباتنا مع الله جل وعلا، فإن نصر الله قريب إن نصرناه سبحانه وتعالى، وإن الله تعالى قادر أن يغير إلى أحسن. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم، إعلام تأذن أي أعلم ربكم، أخبركم ربكم، قال لكم ربكم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنراجع حساباتنا عباد الله مع الله سبحانه وتعالى، ستتغير الأحوال حتما بإذن الله إن صدقنا مع الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، واهدنا سواء السبيل يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع همتنا لهذا الدين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كرهنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فضل يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، اللهم خص منهم المقاتلين والمحاربين يا رب العالمين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من قوم الكافرين، ولا تجعلنا فتنة الذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين يا رب العالمين. عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.